نبدأ بقى؟ يلا نبدأ مع بعض. والنهاردة زي ما احنا كلنا عارفين ان الاهلي ان شاء الله هيستأنف بقى تدريباته بعد حصوله على الراحة اللي اتكلمنا عنها امبارح. وزي ما قلنا اكيد تجربة الراحة دي من وقت للتاني بيبقى ليها تأثير ايجابي جدا على اللعيبة. النهاردة ولحد يوم الخميس الاهلي خلاص بيستعد لمباراته امام بيراميدز، وده وقت بقى زي ما بنقول عودة الاهلي لصدارة الدوري العام كالمعتاد. بالتوفيق ان شاء الله لفريقنا، واحنا منتظرين ماتش كمان حلو مش بس فوز بإذن الله. طبعا المرحلة اللي جاية ان شاء الله في مباريات النادي الاهلي هتكون مرحله في منتهى الصعوبه ومحتاجه تركيز شديد جدا من الجهاز الفني والاداري وبطبيعه الحال من كل اللاعبين. احنا تقريبا بننافس على كل البطولات، فيعني خلصنا مرحله مهمه جدا وقطعنا شوط كبير في دوري ابطال افريقيا، وصلنا للنهائي كمان، ورايحين بعد كده على مباريات الدوري العام اللي هتبتدي ان شاء الله بمباراه بيراميدز يوم الخميس الجاي، واللي اكيد اللاعبين كلهم بيستعدوا لها بمنتهى القوه. احنا بقالنا كتير ما لعبناش في الدوري، احنا لعبنا لغايه دلوقتي 19 ماتش، وفي فرق سبقتنا بحوالي 7 مباريات كامله، لكن ان شاء الله زي ما بنقول العشره يا اهلي بنقول برضو الدوري يا اهلي ان شاء الله. بص يا كريم، فعلا اللي جاي محتاج يعني فعلا تركيز وجديه. هنلعب 4 مباريات مهمه زي ما اتكلمنا كمان امبارح، تحديدا مباراه بيراميدز، بعدين سموحه، بعد كده عندنا المقاولون العرب، بعد كده عندنا المقصه، ومحتاجين اكيد نكسبهم عشان نرجع لصداره الدوري العام. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم عندنا مباراه مهمه جدا في نهائي بقى دوري ابطال افريقيا، يعني زي ما بنقول كده الفتره دي محتاجه جهد كبير جدا، لكن احنا واثقين في فريقنا وفي لاعبتنا وفي الجهاز الفني وفي جمهورنا، فباذن الله الموضوع يكون يعني او يظهر بشكل محترم جدا، كوره حلوه وفوز كمان حلو جدا، وباذن الله نعمل احتفاليه حلوه. بس هل احنا دلوقتي حسمنا الموضوع؟ هنرجع نقول تاني احنا لسه ما حسمناش اي حاجه، احنا لسه بنشتغل، لسه بنسعى، لسه بنجهز، فان شاء الله العمل ده والجهد ده يكلل بعد كده بفوز الاهلي، فاحنا لسه في الانتظار بس عندنا ثقه. ده اللي احنا دلوقتي في المرحله دي نقدر نقول.